دائما تلفت نظري الغرامات التي تدفعها الوزارات العراقية ومن ضمنها وزارات النقل. فمرات انت متنبه انه يابا اكو غرامات ماكو لها داعي، بعد فترة من التنبيه اللي احنا طلعنا بها بوقتها ظهرت اكو غرامات جديدة على وزارة النقل. من ضمن الغرامات اللي وصلتني هي الغرامات السويدية على الخطوط الجوية العراقية، وايضا غرامات لصالح شركة هورد المصرية صاحبها عماد الجلدة. عماد الجلدة يعرفون العراقيين من ايام مذكرة التفاهم وايام السودة اللي عشناها، بس اكو ناس في كل الناس في كل الازمنة عندها قدرة تعيش. ليش شنو موضوع هاي الغرامات ما تعالجت وليش ظهرت الان بعد ما انه نبهنا اليها لكن ما زالت مستمرة؟ حقيقة غرامات السويد والغرامات المصرية. شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم. احنا طبعا طرقنا لهذا الموضوع في الحلقه في احدى الحلقات قبل 6 أشهر تقريبا، اللي كان ضمن موضوع عدم السيطره على الايرادات والنفقات في اغلب المؤسسات الدوله ومن ضمنها شركه الخطوط الجويه العراقيه. وهذا يعني ما اجزم مفتعل مع سبق الاصرار عليه، لان الان من يكون الوضع يعني مضطرب فرصة للسارقين وللفاسدين لتحقيق مآربهم. أما يكون وضع مستقر وأكو بي حوكمة وأكو سيستم بالعمل صحيح فهذا راح يضيق حلقات الفساد. لذلك هاي كانت العشوائية في إدارة مؤسسة عريقة مثل خطوط الجوية العراقية، أعرق شركة بالشرق الأوسط، فكان يعني حقيقة مفتعل ومثل ما نقوله فوق خطة منهجية للاستيلاء على إيراداتها. احنا سبق ونتحدثنا في موضوع الجي دي اس، نظام اسمه جي دي اس اللي هو نظام الحجز المركزي اللي يتيح لكل عراقي يعني اجراء عملية الحجز، واي صاحب شركة سياحية بامكانه يعني يمارس نشاطه وتوفر فرص عمل. لكن اكو اصرار على استخدام نظام معين وعدم توفير ارضية او السماح للشركات الرصينة بالدخول الى هذا السوق، رغم الآن اللي عرفوا أنه بعد تولي الكابتن كفاح لإدارة خطوط الجوية العراقية يعني وصل إلى خطوات رائعة و يعني راسخة في موضوع حل هذا الموضوع. موضوع السويد، إحنا عندنا الوكلاء، كل شركة خطوط عندها وكلاء بالداخل وبالخارج. الوكيلك اللي بالخارج طبعا الوكالة ما خاضعة لا للمزايدات ولا للمناقصات، عبارة عن شخص انت تتوفر به متطلبات الايات، متطلبات انه عنده امكانيات معينه حسب تعرف قانون الطيران والخطوط. تخطط الوكيل هذا مكتب الخطوط مكتب الجويه الخارج اللي يديرها قطاع خاص باي دوله زيادة. احيانا يكون عندك ممثل انت من الشركه، هذا شلون يتم تعيينه؟ موظف، هذا انت تعلن انه انت بحاجه الى وكيل عام وفق شروط ستاندر اياته. هاي الشروط، بحاجه الى مدير عام، وكيل عام. هذا الوكيل ياخذ نسبه، هاي النسبه أسوة بباقي الشركات بالعالم، فلذلك لا تابع للمزايد أو مناقصة. أهم شيء مقابل شنو؟ مقابل هو يقدم لي الخدمات، يوفر لي الأمور اللوجستية، الموافقات اللوجستية. مثلاً بنت توصل الطائرة بحاجة إلى توفير خدمات الأرضية، بحاجة إلى الوقود، بحاجة إلى الطعام، يستقبل مستقبل المسافرين. ذني عليه؟ ذني هو يوفر، أنا أعطي عمولة على كل تكت. لا، فلوس منين؟ إحنا ندفعهن. ها، هو بس يوصلهن. هو اول مره هو ينسق مع الجهات. مثلا اليوم احنا نريد نطير نقول الى فرنسا، زين، الشركه المسؤوله عن تقديم الخدمات الارضيه اللي في فرنسا، احنا كخطوط جويه عراقيه نبرم عقد وياها، لكن منو يدير عمليه تقديم الخدمه للطائره؟ اللي ينسق اللي هو الوكيل اللي موجود في او عادة. اذا انت عندك مدير زين. محطه انت راسنا ما تحتاج وكيل وحي. فالمهم الوكلاء العامين يجب اختيارهم بعنايه، يعني هو الواجهه لك، هو التسويق من خلال المنافذ التسويقية من خلاله. تعرف الشركات للتمويل الذاتي هي عبارة عن تاجر، بس تاجر تابع للدولة، تعمل وفق مبدأ الربح والخسارة. فبالتالي أنت يجب أن هنالك معايير وأساسيات أن تتوفر بالوكيل العام واللي أبسطها الأمانة والرصانة والثقة المتبادلة. شرط الوكيل العام أن يحمل جنسية ذاك البلد؟ لو لا مو شرط، لا بس هو لازم يحمل جنسية ذاك البلد. لا لازم شركة، يعني تتعامل مع ولد ابن عم لا تتعامل مع شركة، يعني ابن خالك ابن عمي تتعامل مع شركة. بالمناسبة احنا هاي ارجو نغادرها، موضوع هذا يقرب من واخ ومن وابن من. انا امشي الانتاج، انا الانتاج اللي يقدم لي هذا الشخص الحقيقي، زين. اما انا ما الله. انا ما اسير الدولة،
وفق مزاج عشيرتي وعائلتي أو أستهدف أو... للأسف احنا حتى في مجال التحقيقات أحيانا لجنة تحقيقية جاي تحقق بموضوع، إذا اختلف رئيس اللجنة ويا أحد الأعضاء اللجنة فشنو رئيس اللجنة رأيه؟ هذا يسوي عكسه حتى لو بيظلم، فبالتالي البلد والمعني والموظف يدفع الثمن. فإحنا المزاجية للأسف هي اللي تحكمنا. على كل حال الأبو السويد خلص عقد الوكالة مالته، لما خلص عقد الوكالة في حينها من المفترض أما تجديده إذا هو يعني حسن الأداء أو إعلان جديد أو إعلان جديد قبل لا تخلص، لأن أنا اليوم الوكيل هو مثل المحامي عندي، أنا إذا المحامي مالتي زين ليش أبدله؟ ليش يوميا يتقمز على واحد؟ يفترض. إلا إذا أكو عمولات معناها الوكالة ربيحة. أما إذا الوكيل جيد وأمين ورصين ويدافع عني ومحقق لي أتعامل وياه، يعني القضية لا بها مزايدة ولا بها مناقصة، ما راح يوفر لي شيء، بالعكس راح يسبب لي مصاريف إضافية إذا صار واحد جديد وإذا القديم جيد إلا إذا كنت مضطر آخر علاج الكي. أصعب مرحلة بالعقود فسخها وإلغاءها. أصعب العقد بالبداية بإمكاني سموث مسألة طبيعية، بس بعد ما يصير عقد ويصير التزام لا، هنا تدخل موضوع التعقيدات. لذلك تجد انه للاسف ما العقود ما جاءت تبرم بطريقه صحيحه او بطريقه مدروسه. شنو اللي صار ويا ابو السويد؟ ابو السويد خلص العقد ماله، ما جددوا له، جددوا له مراحل، صار قال انا بالنسبه لي تاخرت عندي طائره بسبب قضيه الكويت واضطريت خسرت فلوس، قالوا لا راح نعوضك مثلا، راح نعوضك عن خسارتك، عن خسارتك اللي انه خسرت للمسافرين او حجزتهم عليك غير طائره. كان من المفترض توقيع ويا محضر انه بعد ما لك حق مطالبه بهذا الموضوع، لان احنا عوضناك مددنا لك عقد الوكاله 6 أشهر، هاي معروفه على صفحه. بعدها هو قام دعوه بالسويد على الخطوط الجويه العراقيه لاسباب ايوه يطلب بالتعويض، انه انا بالنسبه لي في يوم من الايام التعويض لانه ما جدد وكالته. لا هو ما له حق بهالموضوع، انه انا في يوم من الايام عندي مسافرين جاي يطيرون العراق والطائره انحجزت بسبب مشكله الخطوط العراقيه مع الخطوط الكويتيه مع الكويتيه. زين هنا أنا لازم تلجأ الخطوط الجوية العراقية تلجأ إلى مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل، لازم تبلغهم صارت علينا دعوة، المدير العام ما يتجاوب، تجي الإيميلات ما يتجاوب، دولك هم هذا الرجل أبو السويد إلى حق إنه عدة طيارين لا القضية تساوت القضية تساوت قضية إلى حق ما إلى حق، هاي المعطيات هي اللي تحكمها. بس أنت من تكون تيجي تحضر تدافع عن نفسك تدافع عن مصالحك تختلف عما أنه الشخص ذاك يصير بإجراءات القضية والتقاضي. يعني أنت تقول أنه المسؤول العراقي ما تجاوب مع هذه القضية إدارة كما تستحق، إدارة الخطوط في حينها منو كان مدير اللي هو هارب حاليا ما تعامل مع بما تقتضيه، لأنه هذا مأمن، هذا أولا عنده خطة معينة ويترك البلد، وأيضا بعض الجهات ساندته في يعني اللي الامور بسيطه بالمناسبه، اللي احيانا امور تافهه الانسان يدافع عن فاسد بحسن نيه. هسه خلينا نثبت الاهمال. نعم الاهمال صار من اداره الخطوط في حينها، من مدير الخطوط وما تم المتابعه. مع العلم اكو قضيه اللي هي قضيه هورس، قضيه كبيره الان منعتها، المفروض كمل السويديه ورجع لي على هورد. السويديه الان احنا مثل ما انا واصلني أخذوا حكم علينا بدفع غرامات؟ أخذوا حكم، بس الآن أكو إجراءات قامت بها وزارة العدل. قد الحكم على حد علمك؟ والله ما لو 7 أو 9 مليون دولار. قد؟ لو 7 أو 9 مليون دولار. مليون دولار؟ أي. ليش هو المكتب كلش قد يكلف؟ مو لا تسأل بالغرامات، أكو يسمونه التعويض المعنوي والكذا، فوات المنفعة وغيرها غيرها. هذا القرار اكتسب الدرجة القطعية؟ بس اكو طرق للطعن بالامكان نسير بها وموقفنا قوي. يعني هاي 9 مليون لانه الوليد ما كان مهتم بشغله وما كانوا يعيرون له اهتمام، راح نخسر لنا من 7 إلى 9 مليون دولار. لا ان شاء الله من هذا نقدر نقدر مثل كنا نسوي به نغطي به رحلات لكل العراق. مو؟ طبعا. وعقل تقدير يمكن يسوي لنا كم مدرسه. زين هورد 9 مدارس. هورس هاي القضيه طبعا هاي مضحكة، وللأسف تم التعامل مع القضية بطريقة مضحكة مبكية. كان الهدف من البحث والتقصي بقضية هورس هو الوصول إلى إدانة شخص، هل هذا الشخص مدان؟ هل هذا الشخص مو كقضية؟ من الذي كان يريد الوصول لهذا؟
هي تصير امور كيديه. قضيه هورس بدات بال2001، احنا ما كان عندنا طيران الى مصر، كان اكو مذكره التفاهم بين العراق و ما كان عندنا طيران كل عالم حضر كان. فهذا بسارة. عماد الجلده اجى شكو وكاله للعراق بمصر واخذها. نعم. جهز العراق حسب مذكره التفاهم في سبيل يوفر اموال للنظام البائد، يجيب أسوأ البضاعات اردأها ويسجلها باثمان مضاعفه عشرات اضعافها. بضاعة شنو طبيعتها؟ لها علاقه بالخطوط لو لا؟ لها شو اسمها بمذكره التفاهم اللي هي النفط والغذاء والدواء. اي وصلت بي مرحله لما يشوف رب البيت بالدف ناقره قام يجيب المواد غير صالح للاستهلاك البشري. اول مره كان يجيبها رديئه المستوى زين، قام يجيب مواد غير صالح مثلا الحبوب الحمص الروز المعرف شنو. فالناس سجلت عليه مخالفات. اي مو كان بذاك النظام الولد هم كان يستلم، هو الولد الولد كان يستلم ويبيع. اي الزمن ايه الجميل اعني ايه يسمونه الزمن الجميل. وشوف هسه الولد حتى قبر ما اله والولد هسه ما تعظوا من قضيه الولد. رحم الله والديك. والولد راح يسولون مثل سالفه الولد. فعلى كل حال فهذا عليه مخالفات كثيره وعليه غرامات من وزاره الماليه من الملحقيه التجاريه العراقيه. في عام 2004 اعتبرت هذه الشركات عماد الجلده شركات هورس من الشركات الغير رصينه الناكله وتم فسخ العقد وياهم. يا سنه اعتقد 2004 ما ضامن لان انا بعد سقوط النظام سنه انا تعينت بمناسبه تعينت في الخطوط شهر التاسع 2008 يعني القضية رايحة لنا زاهب 2005 وصادر بها أحكام وأم القانونية مال الخطوط مهزومة بأميركا ما أدري توفت قالوا بأميركا ما أدري شنو ثاني هاي تمت عبر هو الدعوة أقامها من الحاكم العراقية للمحاكم لا خلا بال2004 فسخ العقد بال2005 أعيد إلى العقد هسه شلون أعيد إلى معروف ورا كم ورا أسبوعين ثلاثة فسخ العقد وياه. لا لحظة بس لحظة بالألفين هو بالألفين وواحد كان يجهز بعدين لا على عقد الخطوط هسه تجهيز نعوفه هو عنده يطلب 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 هذا النظام من ذاك النظام وأقام دعوة. لا لا أستاذ هسه خل أوضح لك بصورة أوضح بس اسمح لي اسمح لي بهدوء. هو عليه مشاكل أو عليه دعاوي من قبل العراق من عليه دعاوي ومغرمين من النظام الحالي والنظام حالي. البائد نظام هو أنا هنا أتوصل هاي النقطة أي تمام أي وزارة التجارة بالأيام الأخيرة اتهمته بانه هو جايب مواد فحصوا المواد الاخيره لقوها غير صالحه للاستهلاك البشري بعد ما صارت وفيات اقاموا عليه دعوه بعد ما صارت وفيات لا ما قاموا عليه دعوه ما قاموا وش اسمه اكو كان الشروط الجزائيه يغرم ماتت عشرات العشرات البشر مئات البشر ماتوا بسبب المواد اللي كان يجهزها هو مو مهم زين مو مهم. بس شنو غرموه 100000 يورو 300000 يورو بعد السقوط لا بعد اتخذت ضد إجراءات بعد أكثر وأوسع زين بهذا المجال خوش. هو بالإضافة إلى عقود وزارة التجارة العدة عند عقد اللي هو وكيل الخطوط الجوية العراقية خوش. أيضا فسخ العقد ويا الخطوط ويا فسخة وعقده. هو اعترض قال يا بعقد الخطوط ما له علاقة بعقد وزارة التجارة انتوا ليش فسختوا رجعوا له عقد الوكالة طبعا ماكو داعي أنا رجعوا على عقد الوكالة اشتغل تقريبا أسبوعين شهر ردوا فسخه وعقد الوكالة بها لأنه هو شركة مو متخصصة هو شركة بتاع كله أجا من مدري منين وصار برأس العراقيين صار بس هو بس لأنه صارت عدة علاقة ويا الولد السابق زين إجراءات فسخ هو بيش يعني شنو الحجة مالته يقول الإجراءات الشكلية كانت غير صحيحة بالفسخ قبل وجهوا لي كتاب إيقاف عقد الوكالة من ماكو انذار وبعدين وجهوا لي لا انذار وبعدين ورا الانذار بيومين فسخ فعلهم إجراءات يعني هاي بسيطة وما يحقنا احنا وضعنا القانوني رصين اكو بالفقرات العقد الوكالة يقول اذا صار اختلاف بين الطرفين يلجؤون للحل الودي خلال 3 ايام واذا ما انحلت وديا بعد 3 ايام يلجؤون الى القضاء زين بال2005 لما انفسخت فاتت 3 ايام القضية تحولت الى قضية جزائية راحت إلى محكمة النزاهة صدر الحكم على مديرة القانونية مال الخطوط من يتحمل هذا؟ هو تجي هذا كلش مهم بس إذا ما قلت لك هالمقدمة ما راح توصل للفكرة لا إلا كل السادة المشاهدين مديرة القانونية مال الخطوط انهزمت برا موظف ثاني موظف صار بيها سرطان توفت هماتين مهزومة
والمدير الخطوط الجوية العراقية أعتقد هم لاحفت شيء، وشخص عراب يعمل في مكتب المدير الخطوط الجوية العراقية الآن مهزوم أيضا بالخارج، هو عراب القضية. فانتهت القضية، ظلت أنه انحسمت من ناحية القضاء العراقي، حددوا المقصرين وأدانهم. نجي لمشكلتنا وياه، شو حكم القضاء العراقي؟ حكم بالحبس على غيابيا على الشخصيات المتورطة اللي هم اثنين، وشخصية أخرى طلعت مالها دخل بالموضوع، وشخص عماد الجلدة حكم له. عماد الجلدة هذا إحنا ما عندنا كقضاء ما عندنا سلطة عليه نحاكمه، لأن إحنا اللي عدنا وما صار عندنا ضرر، مثل ما نقول هو اللي يعتبر نفسه صار عنده ضرر، فقام بالمطالبة بإعادة الوكالة أو التعويض. أقام دعوة بعد ما قام دعوة، صار حل يعني جلسات ودية ما وصلوا إلى حل. الحلو كل الوفود اللي راحت ما كانت صاحبة قرار، وكانت متخوفة ومترددة. على كل حال قام دعوة للتحكيم. احنا ما كان بالمناسبة يعني انا رحت لمصر بال 2008 بعد 3 سنوات من حسم الدعوة، لقيت المحامي مال الخطوط الجوية العراقية هو نفسه محامي عماد الجلدة، ما هو اللي هو ايمن نور المعارض المصري، يهجم ويدافع، معارض مصر، معارض للنظام المصري وبالسجن، وهو المحامي للعراق، وهو المحامي لعماد الجلدة. زين عماد الجلدة وين؟ عليه تهمة مخلب الشرف، هو عضو مجلس الشعب المصري ومهزوم برا مصر، وعليه أحكام غيابية. زين هاي كلها ما انتبهتوا لها؟ ما اتخذتوا بس هذا السبب هو كافي لفسخ عقد الوكالة؟ هو ماكو بمصر بس عماد الجلدة؟ مو هذا عقد سابق أنت متورط به. على كل حال اجى شخص محامي تم عينته الخطوط الجوية العراقية اعتقد بال 2006 اللي هو الاستاذ احمد الدريني. انا ملتحقت بال 2008 طبعا كمدير مكتب، انت ما لك علاقه بهذه المسائل، كل ما هنالك تدير عمليه تسويق التذاكر واستقبال الطائره وترحيلها، اما العقود هذه تبرئ المركز. بس من باب الحرص ظليت ابحث في هذه الشركه وبالتعاون مع السفاره العراقيه، وجدت انه في لحظه توقيع العقد بين الخطوط الجوية العراقية وبين شركة هورس، كانت اسمها شركة هورس للسياحة، احنا متعاقدين مع شركة اسمها هورس للسياحة والسفر. زين اذا هذا اول اول اشكال، عيب شكلي بالعقد. ثانيا احنا موقعين ويا شخص على اساس رئيس مجلس ادارة، هو ما كان رئيس مجلس ادارة. بعد شو اتضح؟ اتضح ما كان اكو موجود اسمه اساسا بال زين. هاي كلها طبعا اكو بعد امور ما اريد يعني اوضح. لا لا قولها قولها. لا لا مو لصالح القضيه طبعا. لا لا لصالح القضيه. الموضوع الاخر هو لما كان يفترض احنا نطعن بدعوه التحكيم، هو قام دعوه التحكيم تقريبا ورا يمكن ورا 6 سنوات أو 7 سنوات عن القضيه. بالقانون المصري يقول تسقط القضيه بالتقادم بعد مرور 3 سنوات. كان يفترض هو اساسا احنا ما نقبل دعوه التحكيم. وين رست بالأخير؟ رست بالأخير هو يطلب مطالبات كثيرة، وصلنا إلى مطلوبين عماد الجلدة. لا لا لا، هو إحنا إن شاء الله موقفنا قوي، بس الإجراءات ما الإجراءات الجاية تتم. يعني إحنا هذا الموضوع أثرناه بالحلقات السابقة. لا لا إحنا الآن الموقف القانوني العراقي تجاه هذا الأمر إحنا يبشر بخير. للأسف إحنا وصلنا إلى مراحل يعني جيدة، لكن بسبب مثل ما نقول حالة الاختلاف بيني وبين السيد الوزير في وزارة النقل أيام عملي، كان بدل ما يبحث عن حل لحل قضية هورس يذهب إلى مصر يبحث بلكي عندي تقصير بها، وأنا متعين وراها ب4 سنوات، يعني قبلي ب4 سنوات محيولة للنزاهة ورايحة. والأغرب من هذا أكو جهات عليها الاعتماد، أنتوا تصدقون وأيضا تصرفون هاي المبالغ إفادات ترحون تبحثون بلكي الله على قيصر شيء، وأنا 4 سنوات وزير يعني ومن السولف من السولف ما ترضون. من جابه الوزير ما يرضون. احنا مفتشين خبرنا يعني انت عندك عداوه شخصيه مع شخص تروح تدور وراء اثارات شخصيه على حساب وعايف مصلحه البلد وعايف مصلحه البلد والقضيه قد جاي تكبر. الله اكبر.